الصحفيين والمراسلين والتقنيين مؤسسات أخبار فجر، كما يتم التنسيق عبر مذكرة تفاهم فيما يتعلق بتنظيم مؤتمرات ولقاءات في الداخل والخارج. وتتكلف إدارة أخبار الفجر المغربية التابعة للهيئة الوطنية للنشر الصحفي المغرب بإنشاء مكتب إعلامي للمجلتين التابعتين لمؤسسة بيغاوس شوف أفريكا ومجلة أجوردوي باعتبارهما شركاء إعلاميين، ويتم تسجيل المجلتين بمكتب أخبار الفجر المغربية. مؤسسة بيغاوس المتواجدة بالعاصمة الأوروبية والتي تمثلها الأخت لبنى النولي، والتي هي اليوم بينكم وبين دورانكم من أجل توقيع الشراكة التي أشرف عليها منذ شهور الأخ والأستاذ محمد فيلالي الذي نكن له كل احترام وكل تقدير، مدير مؤسسة أوروبا اليوم ورئيس تحرير مجلة شوف أفريقيا، التي سوف يكون محمد فيلالي مسؤولا إعلاميا عنها بالمغرب. أتمنى أن تنجح هذه الشراكة في بناء هيكل جديد للصحافة المواطنة، وأن تكون في مستوى تطلعكم وخدمتكم، والله الموفق. وأخيرا أبلغكم تحيات الأستاذ إدريس بن إبراهيم وجميع زملائكم في مؤسسة بيغ هاوس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان مبارك. ونحن اليوم وهو مسؤول عن جريدة أوروبا اليوم، معنا ننشد اليوم وننشد الغد، بمعنى ذاك الغد ذاك الأفق الإعلامي المهني المواطناتي. احنا في المغرب وبخلال التجربة اللي واكبناها في إطار الفرع ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الزميل الفيلالي، لا باعتباره ناشر ولا باعتباره مدير نشر ورئيس تحرير ولا باعتباره مسؤول العملية ديال التنظيم وديال الهيكلة ديال القطاع الإعلامي من موقع المسؤولية، كاين هذا الجهد المواطناتي بهذا البعد المهني وفق القواعد الأخلاقيات ديال مهنة ممارسة الصحافة. بعد انتهاء حفل توقيع شراكة بين بيغ هاوس التي تضم مقاولات إعلامية شوف أفريكا وأجوردي الماروك أجوردي الأوروب مع أخبار الفجر المغربية، المقاولة الإعلامية التابعة للهيئة الوطنية للنشر الصحفي المغرب، احنا اليوم جد فرحانين بهذا التوقيع، لأن غادي يسمح لنا باش تكون عندنا متابعة مع مغاربة العالم، ويمكننا باش الكلمة ديالنا على الوحدة الترابية توصل إلى أصداء العالم كله. وبهذا هذه الشراكة تسمح لنا عاوتاني مع الإخوان الإعلاميين التابعين للهيئة والتابعين لمدينة القناطرة والتابعين للمقاولات الإعلامية وللشبكة الإعلامية للمقاولات الملائمة بالقناطرة، باش تسمح لنا باش غادي يمكننا نديرو بزاف ديال التكوينات والتدريب داخل وخارج الوطن. ولهذا كنشكروا السي إدريس رئيس المقاولة الإعلامية شوف أفريكا وأجوردي الأوروب أوروب دوجوردي، باش اللي تاح لنا هذه الفرصة باش تكون هذه الشراكة في متناول إخوان ديالهم بالمغرب، ويمكن هاد الشراكة إن شاء الله غادي تزيد توسع على وداش عندنا مكاتب في الشرق الأوسط، في مصر، في بلجيكا، في أوروبا، اللي غادي يعطيونا أبعاد وآفاق كبيرة للتمثيلية ديال الصحافة المغربية عبر الأوروب ولما لا عبر العالم. كنشكروا الإخوان اللي تعبوا معنا هاد النهار باش على إنجاح هاد الشراكة، وإن شاء الله غتكون مفيدة بالنسبة للجسم الإعلامي ككل، وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للحضور الكريم، شكرا للزملاء في المهنة ديالنا، مهنة الشرف، مهنة الكلمة الحرة، الهجرة والقدرة الاجتماعية والإعلامية والأكاديمية، وتشغل على نشر التعايش والسلم والسلام ومكافحة التطرف. هذه الشراكة من أجل النهوض بالإعلام المغربي، ومن أجل تشكيل جميع جسم صحفي أوزن له حضور في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. هذه الشراكة تفيد كل الصحفيين والصحفيات في المجال تطوير الأداء الإعلامي وتوفير قاعدة بيانات الإعلامية. وشكرا.